المحكمة الدولية قد تبرئ أحد المتهمين. عدم كفاية الدليل وأنه ما في دليل كافي وبالتالي نبرئهم. القوات تطالب الرئيس بالتدخل لدى من يمثله. أن يبادر فخامة رئيس الجمهورية لإقناع من يدعون تمثيله وهم قريبون منه بأنه العرقلة ليست لا في مصلحتهم ولا في مصلحتهم. الحزن والأشغال في الشارع. الدولة المركزية لحتى يمشوا شركات تانية ببيروت ويمشوا المحارق اللي عم يعملوهم اليوم عم يحجبوا الأموال عن البلديات تضلوا لاقطينهم برقابهم. مقتل مستوطن في عملية في الخليل. أهلا بكم في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. عطلة الأحد السياسية لم تختلف عن أيام الأسبوع، والصوت الوحيد الذي سمع كان من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال جولته على قرى إقليم الخروب، حيث دعا إلى تشكيل حكومة طوارئ حيادية تبدأ ببناء الوحدة الوطنية، في مؤشر إلى عمق الأزمة الحكومية التي يحاول الرئيس المكلف سعد الحريري ترميمها بإعادة فتح قنوات المشاورات مع بعبدة ومعراب والمختارة بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط. والوحدة التي دعا إليها الراعي كانت جبهة المقاومة الوطنية تحيي ذكرها في ذكرى انطلاق المقاومة جمول لتحرير بيروت من الاحتلال الإسرائيلي. وبين الوحدة الوطنية المفقودة والعدالة المطلوبة ينطلق الأسبوع مع وكلاء الدفاع في المحكمة الدولية. إذن كشف المستشار السابق لفريق الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان عمر نشابي عبر برنامج الحدث أن حكم المحكمة المتوقع صدوره في العام المقبل قد يبرئ أحد المتهمين في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، معلنا أن الحكم لا ينفذ في لبنان إذا ركن على دليل الاتصالات المشكوك به. أنه أتمنى أن يحكموا بالعدل ولا يخرجوا عن إطار العدالة ويدخلوا لبنان بصراعات مبنية على أكاذيب وعلى فبركات وضعتها جهات دولية للإيقاع بهذا البلد. هل بالإمكان أن يصدر حكم إدانة بالبعض وتبرئة بالبعض الآخر؟ ممكن يحكي أنه طبعاً أحد المتهمين ممكن أن يبرئ؟ طبعا مزبوط هو الشخص طبعا ممكن شو هي مش معقول. على أي أساس نحن ما فينا نحكي بالغيب؟ ما فينا. لا على أي أساس تبرئت مثلا من يقولوا أنه عدم كفاية الدليل؟ عدم كفاية الدليل وأنه ما في دليل كافي وبالتالي نبرئهم لنعطي مصداقية لا يمكن محاكمة مصطفى بدر الدين بطبيعة الحال، ما راح يصدر في حكم. الشهيد ذو الفقار، شهيد مصطفى بدر الدين في ذمة الله، قد اعترفت المحكمة بذلك في قرار صادر عن غرفة الاستئناف وصدق أيضا وانتهى الموضوع. الاتصالات تم جمع أكبر منها عام 2007-2008. طيب ب 2006 حصل هجوم عدوان إسرائيلي دمر كثير من الأنتنات والكذا، في كثير معلومات غير أكيدة يمكن نسف صدقيتها في المحكمة لأنه مبنية على أنتنات بطلت موجودة، نسفها العدو الإسرائيلي واستهدف بشكل شبه متعمد أنتنات الاتصالات خلال 2006. إذا صدر حكم بتبرئة أحد المتهمين معقول يصدر بإدانة آخرين من دون ما نقول كيف هيدي الشبكة أنتوا بنيتوا كل دليلكم على معقول. إيه ما بيضرب لا لأنه المدعي العام بيقدر يزعم أدلة إيه شو بيزعم شو المخرج بيقدر يزعم انه مزبوط هول الاشخاص هن بينتموا للشبكة الاتصالات أوكي. ولكن ما في دليل كافي على انه هن بينتموا لهالشبكه، بس نحن بنعتقد انه بينتموا، بس الدليل غير كافي لادانتهم، قد يزعم بهذا الشكل انه وبالتالي يبرئهم لاسباب استراتيجيه لها علاقه بمستقبل عمل هذه المحكمه وهذه الاليه الدوليه. انه هي عند استئناف رح يستأنف فريق الدفاع مجددا؟ ممكن يستأنف، بدنا نشوف ممكن الحكم يستأنف أولش. ممكن نعم، فريق الدفاع عم يتقاضى راتب، عم يتقاضى اموال، إذا بيعمل استئناف وبيمدد هالشيء إنه يتقاضى راتب بيعملها.
اذا بيلاقي انه هالشيء مفيد له. بس الاستئناف مش بشرط انه ينقض الحكم، ساعتها بيكون الاستئناف لهدف المزيد من الاموال، المزيد من العمل، هاي شغلته. ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عاود فتح خطوط مشاوراته مجددا مع القصر الجمهوري ومع راب والمختارة، محاولا ترميم الصيغة الحكومية التي قدمها قبل أسبوعين إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. يأتي ذلك في ظل مرونة مشروطة أبداها حزب القوات اللبنانية بالتلميح إلى إمكانية اكتفائه بأربعة وزراء بينهم وزير دولة بحسب الصحيفة، شرط منح القوات ثلاث حقائب وازنة بينها وزارة سيادية، الدفاع أو الطاقة. إلا أن مصادر مقربة من الحريري أكدت للشرق الأوسط أن الأخير ليست لديه تركيبة حكومية جديدة لتسويقها، بل يحاول البناء على ما تضمنته الصيغة السابقة التي تبقى أساسا لأي تركيبة حكومية. رأى النائب السابق أنطوان زهرة أن الحل لعقدة الحكومة عند رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون داعيا إلى أن يبادر عون إلى إقناع من يدعون تمثيله وهم قريبون منه بأن العرقلة ليست في مصلحتهم ولا في مصلحة لبنان. كلام زهرة جاء خلال مشاركته في قداس وجناز الأربعين لراحة نفس المدير العام لإذاعة لبنان الحر مكاريوس جبرايل سليمي. العقدة عند من يحاولون التحكم بعملية تشكيل الحكومة والتحكم بأحجام الآخرين وتمثيلهم. أنا بظن أنه هذا مربط الفرس بعملية تشكيل الحكومية، أن يبادر فخامة رئيس الجمهورية لإقناع من يدعون تمثيله وهم قريبون منه بأنه العرقلة ليست لا في مصلحتهم ولا في مصلحة لبنان. الحل بيكون ورانا واليوم وبكرة قبل بعده إذا تحلوا بهالتواضع والتعاطي الواقعي مع الأمور وما أفرزته الانتخابات، وحقيقة أنه لا يمكن تشكيل حكومة غلبة أو انتصار، لأنه البعض عم بيبشرنا بأنه اللي مش بخطه بدهم ينهزموا. ما بعرف إذا كنا عم نخوض حرب وفيها منتصر ومهزوم. في اليوم العالمي لنظافة الشوارع فعاليات شعبية وسياسية واقتصادية تشارك في تنظيف أوتوستراد جوني. من نهر إبراهيم حتى نهر الكلب على طول أوتوستراد جوني انطلقت حملة شعبية في اليوم العالمي لتنظيف الشوارع بمشاركة وحضور النائب فريد هيكل الخازن وفعاليات اقتصادية. أوتوستراد هيدا المفروض السلطة المركزية والإدارة المركزية هي تكون مولجة بتنظيفه. نحن ما عدنا نقبل بأنه طرقاتنا مناطقنا تكون مليانة بالسلالة بهالشكل. نحن ملفنا التلزيم صار جاهز وعندنا موافقة من ديوان المحاسبة إن شاء الله بأقرب وقت، ممكن خلال يومين أو ثلاثة رح نباشر بتنظيف وتعزيل الأقنية وتعزيل مجاري مياه الأمطار على أوتوستراد من بيروت للشمال. وبعد جمع النفايات المتكدسة على جانبي الطرقات تم نقلها إلى معمل فرز ومعالجة النفايات في بلدة غسطة، والذي يتسع لمعالجة 200 طن من النفايات يوميا، إلا أنه لا يعمل إلا 10% من طاقته. بلدية غسطة بتوقع اتفاقيات مع البلديات الأخرى، بس البلديات الأخرى فيها تلتزم بدها تقدر يكون عندها أموال تتدفع الدولة المركزية لحتى يمشوا شركات تانية ببيروت ويمشوا المحارق اللي عم يعملوهم اليوم، عم يحجبوا الأموال عن البلديات تضلوا لقطينهم برقابهم، وهيدي شغلة ما أنا مقبولة. هيدا المعمل أصلا هو معمل فرز نفايات، فرز وإعادة تدوير، ولكن اللي بيميزه عن غير معامل واللي ما في منه لا بلبنان ولا بالشرق الأوسط إنه كل شيء ماتير نون ريسايكبل، يعني ما فيك تعيد تدويرها. نحن منعيد تدويرها وبنعمل منها إنرجي بيلتس اللي هي بتعمل كهرباء، يعني نحن ما عنا طمر. هذا اللي بيميزه عن كل المعامل. ودعا الخازن المسؤولين إلى استنساخ تجربة معمل غسطة في كافة المناطق بعيدا عن الحرق والطمر والإفراج عن أموال البلديات لتتمكن من معالجة نفاياتها. في إطار جولته على قرى إقليم الخروب في الشوف، جدد البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي
دعوته لتشكيل حكومة طوارئ حيادية تبدأ ببناء الوحدة الوطنية، وخلال إلقائه العظة عند ترأسه قداسا احتفاليا في كنيسة مار جرجس في جدرة، أشار الراعي إلى أن يسوع أعطى مفهوما جديدا للسلطة هو الخدمة، من أراد أن يكون الأول فليستعد أن يكون الخادم وأن يتفانى في سبيل خدمة الجماعة والخير العام الذي منه خير كل إنسان. وحول مشكلة التلوث طالب البطريرك بأن يكون للأقليم معامل صحية لمعالجة النفايات، خصوصا وأن الأمراض السرطانية زادت والتلوث طال الحيوان والجماد والإنسان والطيور، ولا يجوز أن نضحي بصحة الشعب اللبناني وكرامته. كتلة الوسط المستقل تطالب المسؤولين بمصارحة اللبنانيين بالأسباب الفعلية لتعثر تأليف الحكومة. عقب اجتماعها برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، رأت كتلة الوسط المستقل في بيانها أن الانتخابات النيابية الأخيرة يجب أن تكون البداية للنهاية في مسار جديد يخرج البلد من النفق الذي يسلكه حاليا. إن التوافق بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس الحكومة المكلف يجب أن لا ينحصر بالمحاصصة والحسابات الحزبية والفئوية، بل بالنظرة الشاملة للمخاطر التي تتهدد البلاد، نجدد مطالبة المعنيين بمصارحة اللبنانيين بالأسباب الفعلية لتعثر تشكيل الحكومة وعدم إلهاء الناس بالحديث عن حقيبة وزارية من هنا وحصة من هناك أو ما شابه ذلك، لأنه بات واضحا أن عدة تعقيدات متداخلة فرضت نفسها عاملا أساسيا في مسألة تشكيل الحكومة. وأملت الكتلة بعقد جلسة تشريعية استثنائية لإقرار المشاريع الاقتصادية الملحة التي تندرج ضمن تشريع الضرورة. بعد الفاصل، القبض على سالب المسنة. أهلا بكم من جديد. الحزب الشيوعي اللبناني يحيي ذكرى انطلاق جمول. أحيى الحزب الشيوعي اللبناني الذكرى 36 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في احتفال أقيم بالقرب من صيدلية بوستروس في الصنايع، مكان انطلاق أولى عمليات جمول، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية في لبنان. أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب شدد على أن يوم 16 من أيلول هو يوم مجيد، مؤكدا أن خيار المقاومة هو استجابة لحاجات الشعب اللبناني والشعوب العربية عموما بالتحرر الوطني والاجتماعي. إن النضال من أجل الحقوق الاجتماعية هو فعل ثوري مقاوم بامتيازي، وعلى الشيوعيين والتقدمين واليساريين أن يحملوا رايته دفاعا وتحصينا عن إنجازات المقاومة وعن دماء شهدائها الأضرار. إن مشهد التعطيل المتكرر من قبل أطراف السلطة شاهد على عمق أزمة النظام، ويشكل إدانة سياسية لكل المتمسكين به على حساب الناس الذين يدفعون الثمن، سواء تشكلت الحكومة فهي حكومة محاصصة، هي حكومة الفساد السياسي، سواء تشكلت أو لم تتشكل فهي ستزيد الأزمة أكثر فأكثر. من هنا نكرر توجهنا في إطلاق مبادرة تداعي إلى كل أصحاب المصلحة وقوى التغيير من أجل إنتاج برنامج وطني لإنقاذ لبنان من نظامه الطائفي والمذهبي ومن هذا المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي، وهي معركة واحدة لا تتجزأ، هي واحدة 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 في المنطقة وفي لبنان في آن معا. وخلال الحفل جرى تقديم درع الوفاء والتقدير للشهيد جورج قصبلي الشهيد الأول لجبهة المقاومة اللبنانية جمولة، تسلمه شقيقه ميشيل. تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن من توقيف المواطن عين شين، وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات عدلية بجرائم سرقة واحتيال، وكان ضحايا الموقوف بمعظمهم من النساء المسنات بعد إيهامهن بمعرفته بمراكز لتوزيع المساعدات الغذائية، بحيث أنه ولد وصوله إلى محيط المركز المفترض يطلب من الضحية ترك الأغراض الشخصية في السيارة
قبل الدخول، ولدى نزولها يلوذ بالفرار بعد سرقة الأغراض، ثم يعمد إلى تصريف الذهب المسروق والتخلص من الهواتف الخلوية والأوراق الثبوتية والشخصية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات مسلحة جلبت حاويات من غاز الكلور إلى منطقة سكنية في محافظة إدلب استعدادا لارتكاب استفزاز بالكيميائي ضد المدنيين. وصرح مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا بأن مجموعات مسلحة تستعد لارتكاب استفزاز بمواد سامة بهدف اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين. وأوضح في بيان أن جبهة النصرة أو ما يعرف بهيئة تحرير الشام جلبت حاويات عدة من غاز الكلور. وحذر المركز في وقت سابق بحسب معطيات وردت من سكان محافظة إدلب من أنه يجري في مدينة جسر الشغور تصوير مشاهد استفزاز مفبركة تحاكي استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي ضد المدنيين. أقدم شاب فلسطيني على طعن مستوطن إسرائيلي شمالي مدينة الخليل ما أدى إلى مقتله بحسب ما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه منفذ العملية البالغ من العمر 17 عاما وأصابته إصابة حرجة. وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة تنفيذ العملية. بعد الفاصل، هونغ كونغ على خط الأعصار. أهلا بكم من جديد. اجتاحت العاصفة المدارية فلورنس البر فاقترعت أشجارا وأفاضت أنهارا وسقطت أمطارا غزيرة على ولايتي نورث وساوث كارولينا، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص. وتراجعت قوة العاصفة، لكن خبراء الأرصاد قالوا إن تقدمها البطيء في الولايتين قد يؤدي إلى إغراق أغلب المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إتاحة التمويل الاتحادي في بعض المقاطعات المتضررة. اتجه إعصار قوي صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين وخلف نحو 50 قتيلا. ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام، إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل الفئة الخامسة. وقالت السلطات الفلبينية أن معظم الذين قضوا نتيجة انهيارات أرضية في مناطق جبلية خلفت أيضا عددا من المفقودين، وتم إغلاق الموانئ ومصافي النفط والمنشآت الصناعية وتوقيف رحلات الطيران. ألقت شرطة تكساس القبض على أحد العاملين في حرس الحدود الأمريكي يشتبه في أنه قتل 4 نساء خلال الأسبوعين المنصرمين وخطف 5. وتم العثور على أخوان ديفيد أورتيز مختبئا بعدما هربت امرأة قالت إنه كان قد اختطفها، ولم يتم الكشف على الفور عن أسماء الضحايا الأربع. وأشارت تقارير إعلامية محلية في لاريدو جنوبي غرب سانت أنطونيو إلى أن النساء الأربع كن من بائعات الهوى. كان في النشرة، المحكمة الدولية قد تبرئ أحد المتهمين. عدم كفاية الدليل وأنه ما في دليل كافي وبالتالي نبرئهم. القوات تطالب الرئيس بالتدخل لدى من يمثله. أن يبادر فخامة رئيس الجمهورية لإقناع من يدعون تمثيله وهم قريبون منه بأنه العرقلة ليست لا في مصلحتهم ولا في مصلحتهم. الخزن والأشغال في الشارع. دولة المركزية لحتى يمشوا شركات تانية ببيروت ويمشوا المحارق اللي عم يعملوهم اليوم، عم يحجبوا الأموال عن البلدية تضلوا لقطينهم برقابهم. مقتل مستوطن في عملية في الخليل.
ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم في النشرة المسائية. إلى اللقاء.